بشكل عام عايز أعرف رأيك في أداء محمد صلاح في الشهور والسنوات الأخيرة. في الحقيقة أنا لن نتحدث على الشهور الأخيرة ولكن على السنين الأخيرة، ولكن هو كان ذو حظ سيء عندما أتحدث عن المباراة في 2018 عندما واجه ريال مدريد وعندما تم إصابته واستقصاؤه من المباراة، ولكن قد عاد بقوة وعاد بأنه ممرن جيد وهداف جيد، عاد في استكمال لياقته ومهاراته العالية، وبالتالي سوف نرى مهاراته، ولكن انه يؤدي اداء جيد في ليفربول. لو سالتك الان اوجه شبه بين محمد صلاح وليونيل ميسي تقول لي ايه؟ طبعا مختلفين تماما مختلفين تماما. اعتقد بان نوع تصنيف اللاعبين قد تريد ان تشاهدهم الاثنين يلعبون، قد يكون بعض احد هذه اللاعبين قد يصب بالانانيه عند التسجيل، ولكن انهم لاعبين جيدين.